الى اللاعب المزعج لافيتا. لافيتا وكره وفرصه وهدف ومرمى وكره للاعب لافيتا، هو رجل المباراه الاول بلا منازع لافيتا وسط هجمات النادي الملكي. ياتي لافيتا ملك لقاء اليوم بالهدف في الدقيقه 77، لكن اوتشي يمرر في المساحه الخاليه وجماهير القادمه من ساراكوستا لا شك سعيده بالهدف الثالث في مرمى فريق نادي ريال مدريد والثاني لافيتا في هذه الليله، وهو ثالث اهدافه في هذا الموسم بعدما سجل في مرمى مايوركا كره قطعت من مارسيلو. ادي امامنا هنا كارفالو كان متقدم، بيبي ايضا كان متقدم، وجراي متقدم، والكره الى اللاعب لافيتا اللي يلعبها ببراعه كبيره جدا، حاول مارسيلو ولكن كره تعرف طريقها للشباك، هو الهدف الثالث لتصبح النتيجه 3-1.